استقبلني صاحب الجلالة الله ينصره وعيني رئيس الحكومة وكلفني باش نشكل حكومة إن شاء الله. هذا شرف ليا وشرف الأعضاء ديال الحزب، شرف يعني الجميع المغاربة، وحنا بنفس الوقت هذا يعني هذه الثقة المولوية هي مسؤولية ومسؤولية كبيرة، واللي حنا واعيين بأنه على العاتق ديالنا، لأنه كاين انتظارات وكاين ديال صاحب جلالة وكذلك ديال المواطنين اللي غادي ناخذوها يعني على العنق ديالنا إن شاء الله. استقبلني صاحب الجلالة الله ينصره وعيني رئيس الحكومة وكلفني باش نشكل حكومة إن شاء الله. هذا شرف ليا وشرف الأعضاء ديال الحزب، شرف يعني الجميع المغاربة، وحنا بنفس الوقت هذا يعني هذه الثقة المولوية هي مسؤولية ومسؤولية كبيرة، واللي حنا واعيين بأنه على العاتق ديالنا، لأنه كاين انتظارات وكاين ديال صاحب جلالة وكذلك ديال المواطنين اللي غادي ناخذوها يعني على العنق ديالنا إن شاء الله. استقبلني صاحب الجلالة الله ينصره وعيني رئيس الحكومة وكلفني باش نشكل حكومة إن شاء الله. هذا شرف ليا وشرف الأعضاء ديال الحزب، شرف يعني الجميع المغاربة، وحنا بنفس الوقت هذا يعني هذه الثقة المولوية هي مسؤولية ومسؤولية كبيرة، واللي حنا واعيين بأنه على العاتق ديالنا، لأنه كاين انتظارات وكاين ديال صاحب جلالة وكذلك ديال المواطنين اللي غادي ناخذوها يعني على العنق ديالنا إن شاء الله.